حنكمل بالليكتشر التاسع. احنا اخذنا اول شيء اخذناه هو الديفلوبمنت، نضل نعيد، اخذنا الديفلوبمنت، تكوين كراون، دنتين، وبعد ما كملنا الكراون وبعد ما كملنا الدنتين احنا وصلنا انه اخذنا البلب. هسه حناخذ الروت. روت فورميشن، نذكر شغله دائما انه احنا ما يبدي عندنا تكوين الروت، ديفلوبمنت اوف الروت يبدي عندي بعد ما يتكون انيمال، بعد ما يتكون دنتين ويوصل للفيوتشر سيمنتو انيمال جاكشنز. اوكي، فاحنا دائما يبدي عندي الدنتين الروت بعد ما يتكون انيمال دنتين. The animal organ play an important role أو important part in root development. يعني أهم شيء لازم نعرفه هي هاي المعلومة، منو اللي يكون لي الروت. الروت يتكون من شيء اسمه epithelium root sheath على اسم العالم اللي هو اسمه هيرتويكس. أوكي، ما ننسى هاي أبدا، الروت يتكون من epithelium root sheath. اللي اكتشف هاي الشغلة هو عالم اسمه هيرتويكس، فأخذ الاسم فصار اسمه هيرتويكس epithelium root sheath. من نذكر الهيرتويكس نتذكر انه هو اللي كون لي الروت. Which mold the shape، شنو وظيفة هذا الهيرتويكس root sheath؟ وظيفته انه يسوي مولد. مولد يعني شلون يحط القالب او يصبه للروت. And initiate radicular دنتين فورميشن، وراح تبدي هنا عندي هو اللي يساعد انه يبدي عندي راديكولار دنتين، الدنتين اللي موجود بالجذر. الهيرتويكس epithelium root sheath متكون من شنو؟ متكون من inner و outer enamel epithelium. لازم نتذكر هاي الشغله انه وظيفته يكون روت. الروت من الروت شيث من شنو تتكون؟ متكونه من inner enamel epithelium ومن outer enamel epithelium. اوكي، هنا هاي المنطقة لازم تكمل كلها، يلا يبدي تتكون هاي المنطقة. هذا الشيء نستنتجه من الصورة انه انا يبدي عندي يتكون دنتين enamel، يوصل للسمنتو enamel junction، يكمل هاي المنطقة، يلا تبدي تكوين الروت. يعني مين يتكون الروت؟ من هيرتويكس epithelium root sheath، اللي هو متكون من شنو الهيرتويكس؟ متكون من inner و outer. قبل ما يبدي root formation، before the beginning of a root formation the root sheath راح يكون لي diaphragm. هو احنا عرفنا انه هو اصلا اساسه والناتج النهائي مالت الهيرتويكس هو انه يكون root. زين شرح. اوكي، رأسا وصفا رأسا انت root كامل ونفس الطول؟ لا، حتبدي يتكون جزء جزء. اول ما يبدي يكون ينطيني شيء اسمه epithelium diaphragm، هذا الخصر مال السن نقدر نقول، المنطقه اللي تصير كانها ضيقه. اوكي، هذا مو هو السن، حيبدي يصير عندي هذا البنت، هذا الطعجه اللي هنا اللي هي يسموها epithelium diaphragm. فمثل ما قلنا ماكو شيء اسمه انه اني اصفن انطي روت كامل، يعني مو انه الهيرتويكس حيجي رأسا ينطيني روت كمل، ينطي جزء جزء، يتكون حبة حبة. اول حبة انطاني اياها هو الدايفرام، اللي هو هذا الفد بينت، فد خصر يصير بنهاية السن، اللي هو قلنا الاوتر انامل epithelium والانر انامل epithelium راح يصير بيها بينت. وين البينت؟ هاي المنطقة شو اسمها؟ سمنتو انامل جاكشن. هاي المنطقة بعدها من هستوها كملت حيصير بيها بينت، هذا بعد كله ماكو، ترى احنا قلنا ده نشتغل حبة حبة، حيصير عندي هذا البينت اللي اسمه الدايفرام يم منطقة السمنتو انامل جاكشن انتو هوريزنتال بلان. ولازم نتذكر قلت لكم هاي المنطقة تعتبر مثل الخصر بانه هي تصير نارو، and narrowing يعني بمعنى ضيق للوايد سيرفايكل. هاي المنطقة كانت هي هيج، هذا هسه نزلة السن، نجي على نزلة السن، هذا السن هيج، شو سوت؟ ضيقتها، خسرتها لهاي المنطقة،
صار عندي narrowing the wide cervical opening of the tooth germs. هاي فكرة الدايفرام. The plan of diaphragm remain شلون خلي نفهم هاي الشغلة إنه الدايفرام يبقى فيكس يبقى ثابت during the development and during the growth of the root. بعدين حيصير عندي proliferation of the cell of the epithelium, حيصير عندي تمايز بالخلايا مال الدايفرام, a proliferation of the cell of the connective tissue of the pulp. زين. The differentiation of the odontoblast, قلنا odontoblast منو تكون دنتين, follow lengthening of يعني حيصير عندي الأدونتوبلاست حتفرز دنتين حيتبعها انه يطول عندي root sheath. زين. اللي يحيط السن او اللي يحيط عندي لازم نعرف انه بالسم تايم راح يصير عندي دنتال فوليكل. الفوليكل هي نفسها الساك, نفسها الحقيبة اللي تشيل لي السن, اوكي, هاي اللي تغلف السن. فراح يصير عندي انه الكونتاكتيف تشو مال الدنتال فوليكل همينة بنفس الوقت حتتكون. نانا نشوف هاي الصورة, عندي هذا كل العظم, هذه التخصر اللي صار هو الهيرتويكس بثيليوم روت شيث, متكون هذا كله متكون من اكسترنال وانترنال, اوكي. فهسه ما ننسى هاي الفكرة من هاي الملزمة, نتذكر انه احنا عندنا روت. من واحد يسألنا شنو منشأ الروت, نقول له الهيرتويكس ابيثيليوم روت شيث. واحد يسأل زين هو شنو الهيرتويكس ابيثيليوم روت شيث, هو انر واوتر انامل ابيثيليوم, اوكي. الشيث راح يصير بها proliferation and invade the continuous double epithelium layer, الهيرتويكس epithelium root sheath, and dividing it into network of the epithelium. هنا من راح يصير عندي تمايز وراح يصير عندي يستمر النمو تتمايز فتقوم تغزو الepithelium layer. زين. Then when the epithelium moved away from the surface of the dentine, so the connective tissue come into contact with the outer surface of the dentine and differentiated into a cementoblast. نانج دي يقول, دي يقول من هذا الابيثيليوم حيبدي يتحرك بعيد عن الدنتين, الconnective tissue حتبدي تتجمع وتلتقي, okay, with the outer surface of the dentine of the root, حتتحول إلى cementoblast اللي هو منه ما دام نهايته بلاست. يعني شنو يعني راح يكون شيء, هو شو اسمه cementoblast, إذا حيكون لي cementum, حيتكون عندي cementum على the outer surface of the root dentine. The last stage of the tooth development, the proliferation of the epithelium of the diaphragm, راح يصير عندي bends behind that of the pulpal tissue. إذن وين راح يصير عندي the proliferation of the diaphragm, راح يصير خلف the pulp connective tissue. زين. The apical foramen راح تكون wide, راح تبدي تقل. The width of the apical foramen is reduced, حتقل first to the width of the diaphragmic opening itself. Later is a future narrowed by a position of the dentine was cement. بعدين راح يصير انه همين حتضيق, لان قلنا حينفرز دنتين والسمنتم. هذا الدايفرام وهذا التب مالته. زين شلون حتتكون؟ اوكي انا عندي الروتات سنجل روت وعندي مالتي روت, شلون حيتكون المالتي روت مالتي؟ الهيرتويكس ابيثيليوم روت شيث راح يكون لي, احنا قلنا روت جاي من هيرتويكس, الهيرتويكس منو امه؟ انر, منو ابوه؟ الاوتر. اذا اريد نحفظ الموضوع باختصار, اوكي, لان هاي اهم شيء. فهو ده يقول انه الهيرتويكس ابيثيليوم روت شيث راح يتكون من انر اند الاوتر انامل ابيثيليوم. هذه الشيث راح تنمو
around dental papilla between dental إذن هاي الشيث راح تنمو أوكي حول أو بين الفول الدنتال بابيلا والساك زين ال differentiated growth of the epithelium diaphragm in multi-rooted teeth راح يشرح يؤدي لي إنه هذا الترانك الواحد هذا الترانك الواحد حيتقسم إلى two or three هنا two هنا three شون to understand حتى نفهم هذا الحكي راح نجي نفهم شلون حيتكون مالتي روت حتى نفهم المالتي روت فورميشن بيقول تخيل لي الروت شيث انه نازل على شكل سكيرت اور كولر هذا هو الروت شيث يقول تخيله انه نازل من السن على شكل تنوره او على شكل كولرز اوكي هسه احنا مو بس تخيلنا شفنا الصوره اوكي هذه هاي التنورة مالتنا اللي نازلة من السن صح صح زين وتخيل يقول هاي التنورة النازلة ممكن يكون بيها two long tongue extension هاي التنورة النازلة بيها two tongue extension or three هذا واحد اثنين ثلاثة هنا هذا واحد اثنين اللي هو tongue like extension يعني امتدادات او extension بروزات تشبه اللسان ممكن تكون اثنين اذا اني عندي السن بي تو روت ثلاثة tongue like extension اذا اني عندي السن بي ثري روت the free end of this horizontal epithelium بعدين ايش راح يصير النهايات الحرة مال هاي الepithelium flaps حتبدي النهايات كلها تلتقي وتصير بيها fusion اوكي بحيث انه يتكون عندي الجذور كلها تتحد مع بعضها زين on the pulpal surface of the dividing epithelium bridge dentin formation راح تبدي تكوين الدنتين بكل فتحه يعني شنو هذا الحكي هسه انا عندي هذا اثنين مثلا يقول هنا من حيصير عندك مثلا two roots كل روت واحد يبدي بيه دنتين فورميشن يعني مو انه هذا شوية وهذا لا هذا يتكون كأنه سن ويتكون بيه دنتين فورميشن واحدة بشكل منعزل وهذا يتكون بيه دنتين فورميشن واحدة اذا الدنتين فورميشن يبدي عندي ستارت بكل فتحة بكل اوبنينج نانا صورة اوضح هذا الترانك احنا قلنا انه حيكون عندي ترانك هذا الترانك راح يبدي ينزل حيتقسم الى توث تانج لايك اكستنشن هنا اثنين وبعدين حتبدي تنفصل سيبريتد وبعدين يصير بيها فيوجن اتحاد صارت كل فتحه واحد وكل فتحه الدنتين فورميشن مالتها واحد the root sheath diameter whether a tooth has single or multi rooted teeth is short or long اذا شنو وظيفه الروت شيث مو بس انه تكون لي الروت لا تحدد اذا اني هذا سنجل لو مالتيبل هذا السن اذا منو اللي يحدد السن سنجل لو مالتيبل حنقول الروت شيث منو يحدد هذا الروت قصير لو طويل الروت شيث منو يحدد اذا هو كيرف اور ستريت الروت شيث هاي ما ننساها كل شيء مسؤول بالروت مسؤول عنه روت شيث epithelium root sheath زين single root formation حتى نعرف انه single root formation همين root sheath راح تنمو على شكل cuff or tube around the newly formed pulp اذا همين نفس الشيء بس single هنا حتى single حتى نفهمه الحكي اللي حكيناه بالmultiple root take place in same يعني راح ياخذ نفس الطريقه بالمالتيبل شلون احنا قلنا المالتيبل هو اوكي اكستنشنات بس ترى كل واحد حينعزل وكل واحد حيتكون بيدنتين كانه هو سنجل نفس الشيء هنا هنا مجرد انه ما يصير عندي تانج لايك اكستنشن وهاي سوالف هو واحد حيتكون بشكل منفصل فيكون على شكل تيوب على شكل انبوب ويتكون حواليا البلب اللي متكون نيولي فورمينج بلب زين وين ذا فوركيشن اريا لازم نعرف انه هاي هذا جذر وهذا جذر المنطقه اللي بين جذر وجذر يسموها فوركيشن اريا ما ننساها هذا الجذر وهذا الجذر الفاصل بينهم هاي فوركيشن اريا زين
if the quantity of a root sheath is broken before dentin is formed is result in missing or abnormal epithelium cell. طبعا احنا قلنا منه الاساس انه يكون لي منه الاساس اللي يكون لي الروت روت شيث. زين نقول اذا الاساس مالتي انكسر، الاصل مالتنا انكسر، الام اللي تجيب الروت انكسرت او توفت، ايش راح يصير عندي؟ وصار عندي انه انكسرت قبل ما يتكون عندي الدنتين، ايش راح يصير؟ اكيد حيصير عندي ميسينج، انه افقد او اب نورمال ابيثيليوم سيل، الخلايا يا اما افقدها يا اما اصلا ميسينج. وين ذا ابيثيليوم سيل ار ميسينج، اذا ما عندي ابيثيليوم الادونتوبلاست does don't differentiated and dentin doesn't form the opposite the defect in the root sheath. اللاترال كانال حيجي يحكي مره ثانيه على اللاترال كانال، انه حيتكون عندي لاترال كانال اللي هي قلنا هذا، وهنا يصير عندي لاترال كانال. لاترال كانال اللي هي نفسها اسمها الثاني اللي هي supplemental canal or accessory canal. احنا اكثر شيء سمعنا عنها انه هي اسمها accessory، ممكن تسمعون accessory canal، ممكن تسمعون انه هي lateral canal. هاي الaccessory canal accessories canal. accessories canal connect the main root canal with the periodontium. واحنا قلنا اصلا هذا الشيء ضار انه هذا الروت مالتي الaccessory خلتني اني وين، خلت الروت مالتي كله معرض لمنطقة البريودنشيوم. إذا صار شيء هنا ينتشر هنا، وإذا صار شيء هنا ينتشر هنا. هاي متفقنا عليها، هاي الفكرة همينا رجعت تكرر. قال الأكسسوري سكانر مالتي مخلي الروت مالتي باتصال مباشر ويا البريودنشيوم اللي هو البريودنتال ليجمنت، همينا جزء من البريودنشيوم. In the epithelium root sheath does okay. الابيثيليوم روت شيث هو مثل الخطار، يؤدي وظيفته ويروح، يكون روت ويروح. زين اذا ما انحل، ما صار بي ديس انتجريتد، ما انحل وما وقع بالبروبر تايم مالته، يعني هو الى وقت مثلا يتحدد له وقت يجي يكون روت ويروح. اذا ما وقع بالوقت المناسب مالته وبقى محاط بالسيرفس وملتصق بالسيرفس، then that area become devoid. فش راح يصير اذا بقى بمكانه؟ ما راح، هاي المنطقه اللي حتبقى هو بيها حتصير خاليه من السمنتم. ليش؟ لان هو اخذ مكان السمنتم. هو دوره شنو؟ يجي احنا اذا نريد نفهم اكثر، هذا الروت، هاي المنطقه اللي ورا الروت هاي كلها السمنتم. اذا هو اجى بقى لازق بهاي المنطقه وما راح، اخذ مكان منه، اخذ مكان سيمنتم. اوكي، بحساب هي قنفه واحده بالمكان، وكل شخص يطلع يجي يقعد الثاني بداله. اذا هو بقى قاعد وين حيجي لعد السيمنتم؟ ما حيجي السيمنتم، وحيصير عندي سن خالي من السيمنتم، area of root without سيمنتم، ومنطقه بدون سيمنتم، سن بدون سيمنتم، اكثر سن يصير بيه حساسيه، واكثر سن معرض انه يصير بيه جنجايفال ريسيجن. جنجايفال ريسيجن يعني انه طبعا راح نفهمه اكثر، الجنجايفال ريسيجن مثلا انه هذا السن وهنا مغطي، وهذا الروت، هاي كلها اللثه مغطيه السن. بالريسيجن ايش راح يصير؟ اللثه كلها راح تروح، هاي كل هاي المنطقه اللي هنا تكون مكشفه مثلا. اوكي، فاي سموه جنجايفال ريسيجن، واكو هواي صور عن الجنجايفال ريسيجن همينه بالملازم الثانيه. شنو مصير الابيثيليوم روت شيث؟ After dentin formation in the root take place the epithelium root sheath، بعد ما الابيثيليوم الروت شيث كونت لي الروت، وبعد ما تكون عندي الدنتين بالروت، هسه اجى وقت انه تروح. اوكي، قلنا اذا ما راحت يصير خلل بالسمنت، لازم يبقى لازم تروح. عادة هي طبعا من تروح حيبقى اكو بقايا من عندها، يعني حيبقى هيك فد قطع صغيرة من عندها remnants. هاي ال remnants تكون يصير بيها migration away from dentinal surface، يعني حتبدي تهاجر. فوين تروح؟ مثلا هو هذا السن، هي هذا السن وهنا هي موجودة، فوين راح تروح؟ راح تهاجر للبريودنتال ليجمنت اللي ورا السن.
يسموها الابيثيليوم ريست اوف ميلايسيس. اذا اسمها روت شيث، بقايا الروت شيث، البروزات الصغيره من الروت شيث اذا بقت بالبريودنتال ليجمنت يسموها الابيثيليوم ريست اوف ميلايسيس. ممكن هذا السؤال مهم، من يجي الابيثيليوم ريست اوف؟ هنا هنا شارحها اكثر، دا يقول لكم انه هاي النقاط هي ابيثيليوم ريست اوف ميلايسيس، كانت هنا بمنطقه الروت، جت وين؟ بريودنتال ليجمنت، فصار اسمها الابيثيليوم ريست اوف ميلايسيس. هاي الابيثيليوم اقدر وين موقعها؟ بالبريودنتال ليجمنت. زين شو يقول هنا؟ هاي المعلومه هم مهمه، يقول وين ذير از كرونيك انفلمني، اكو التهاب مزمن. يعني شنو التهاب مزمن؟ التهاب مثلا كل فتره يرجع، كل فتره اكو نفس الاعراض نفس الالم. اوكي شو يقول؟ هاي الابيثيليوم سيل ريست اوف ميلايسيس راح تتحول الى سيست اور تيومر. يعني انا عندي شيء كان يلعب دور كلش مهم اللي هو ابيثيليوم روت شيث، كون لي روت، البقايا مالته صارت مصدر خطر الي اذا بقت. هاي البقايا من حتبقى بالبريودنتال ليجمنت مجرد ما تلمح التهاب حتتحول الى اورام او سيست. سيست يعني شنو؟ السيست هذا السن. اوكي هذا السن عندي، عادة تجي الاشعة نشوف طوبة هنا اللي هي منطقة سودة هنا، هاي السيست. اوكي وهاي حتاخذوها حتى بالاشعة وبالامراض اللثة انه تتعرفون عليها اكثر. اوكي روت فورميشن هنا عادة من يتكون الروت دائما اكو خربطة، اكو تشوهات. If the quantity of a root sheath is broken before the dentin is formed راح يؤدي الى missing or abnormal epithelium cell. احنا قلنا اذا root sheath انكسرت، نفس الحكي حيرجع ينعاد، root sheath انكسرت قبل ما تكون لي، قبل ما يتكون الدنتين راح يصير عندي abnormal، راح يصير عندي missing بالادونتوبلاست. ما دام ما عندي ادونتوبلاست يعني اني ما عندي دنتين. اوكي فبالتالي حتتكون اللاترال كنال، صارت هاي المنطقة فقدت الدنتين صار عندي لاترال كنال. قلنا هاي اللاترال كنال هذا نفس الحكي بالضبط، لاترال كنال هي مصدر انفكشن لانه هي رابطتني بالبريودنشيوم تحديدا منطقة البريودنتال ليجمنت. هي هاي صورة الاكسسوري سكنال، هذا نفس الحكي اللي شرحنا. فهاي تعتبر حالة تشوهات او خربطة بالروتس.